خسروا وخسروا كفايه ان هم واجهوا النادي الاهلي. وعلى فكره ده يعني مش بس حال سوني داب بس، انا بيتهيالي انه يعني معظم انديه القاره الافريقيه في حال استقبالها النادي الاهلي ومواجهته في اي بطوله رسميه بيكون ده احساسهم وده شعورهم، وبالتاكيد النادي الاهلي هو اكبر انديه القاره واكثرها شعبيه كمان على مستوى القاره الافريقيه. طب نروح للنيجر، ويبدو انه الجو هناك حلو لانه زميلنا فاروق صلاح طالع يعني لابس صيفي النهارده، فهنعرف من فاروق. طبعا اهلا بيك فاروق معانا في السادسه، ونعرف منك على نطمن على اخبار بعثتنا وازاي كان يعني ملامح اليوم النهارده، وطمنا كمان على الاجواء عندك في النيجر. كل التحيه ليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه للزميله العزيزه ساره محسن، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا يعني انا عايز اخد من كلامك يا احمد، اخد من كلام ساره، طبعا حاله الحب والاحترام والتقدير لاسم وقيمه النادي الاهلي تقدر تقول هي العنوان اللي دايما بنشوفه في اي مكان بنروح فيه، خاصه في القاره الافريقيه. النادي الاهلي بيتمتع بشعبيه جارفه، حبهم وعشقهم لمصر. وبالمناسبه احمد، في يعني في مكان او عماره هنا في النيجر اسمها عماره النصر، والعماره دي كانت اسست في اوائل الستينات واسسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والطريق او الشارع بيسمى حتى الان شارع جمال عبد الناصر. اهل كتير جدا من النيجر بيعتزوا بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبمصر وبالنادي الاهلي، والجميع بيتذكر النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي على مدار التاريخ. بعض يعني بعض الاهالي النيجر او مواطنين النيجر مسميين ابنائهم على اسماء بعض اللاعبين في النادي الاهلي، يعني ده كلام يعني سمعناه من بعض مواطنين النيجر ان هم بيعتزوا ببعض لاعبي النادي الاهلي على مدار تاريخه، ودي يعني ده اللي لامسينه في كل مكان. اقربك بقى واطمنك على اجواء الفريق طبعا والطقس. احنا بكلمك ان الطقس طبعا درجه الحراره النهارده 36 درجة مئوية، غدا إن شاء الله توقيت اللقاء هتكون درجة الحرارة 38، وده بالمناسبة أحمد ده طبيعة فصل الشتاء هنا في نيامي أو في النيجر، دي يعني درجات الحرارة المعتادة. بالظبط، لا هي دي يعني درجات الحرارة المعتادة في فصل الشتاء، يعني ده فصل الشتاء بالنسبة لهم، بس دي درجات الحرارة المعتادة. طبعا ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، طبعا كان لنا حديث مع طبيب التغذية بالنادي الأهلي ان هيتم طبعا نوعية غذاء معينة او وجبات معينة غدا للعيبة النادي الأهلي، نوعية سوائل ومشروبات معينة هتعود يعني تعوض اللي يفقده اللاعبين من نقص في الأملاح وفي السوائل. اطمنك ايضا بقى على الكواليس اليوم النهارده، يعني انا لاعبي النادي الاهلي تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 9:30 صباحا، ثم كان الاجتماع الفني الخاص باللقاء في حضور المنسق العام للقاء بابا جونا علي من نيجيريا، والمراقب الطبي وايضا طاقم التحكيم اللي هيدير احداث اللقاء. يعني برضو في اقرب يعني هقول لك برضو كل الامور الخاصه بطاقم التحكيم. كان حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره طبعا بالنادي الاهلي والمكلف بمهام رئيس البعثه دكتور عمرو محب، والكابتن وائل محمد الاداري، وايضا وجود محمد بشار المدير الفني للسونيديب. وزي ما تابعت وساره استعرضت تصريحاته وحبه وعشقه للنادي الاهلي، حاله الفرح. وعايز اقول لك نقطه مهمه جدا، يعني من المرات يعني النادره انك تلاقي المدير الفني موجود في الاجتماع الفني الخاص باللقاء ده، ان دلت بتدل على هو عارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، وعارف يعني انه يكون متواجد في مكان بيكون متواجد فيه النادي الاهلي، كان حريص ان هو يكون موجود. طبعا تم تحديد الزي الرسمي للنادي الاهلي في اللقاء، الزي التقليدي للنادي الاهلي احمر فابيض فاحمر، بينما نادي سونيديب يبقى الزي التقليدي الازرق ازرق في ابيض. طبعا حارس مرمى النادي الاهلي يبقى باللون الاصفر، حارس المرمى فريق سونيديب باللون الرمادي. تم الاستقرار على هذه الامور. من الامور المهمه ايضا التجديد المراقب الطبي على كافة الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفريقين وتواجد اللاعبين وتعقيم غرف الملابس، وأيضا كل الأمور الخاصة حتى اللاعبين اللي هتبقى جالسين على مقاعد البدلاء، نبه أن يكون اللاعبين بيرتدوا الماسك، ده من الأمور المهمة جدا اللي شدد عليها المراقب الطبي. كانت يعني أمور كلها دارت عن الاجتماع الفني باللقاء. أكيد مهمة جدا طبعا يا فاروق. أنا عايزة الفني كان في تناول لاعبي النادي الاهلي لوجبه الغداء، ثم الانطلاق الى ملعب التدريب المركز التقني
وده احد الملاعب الخاصه باتحاد النيجر لكره القدم. كان المركز التقني النادي الاهلي خاض عليه مرانو اللي كان في تمام الساعه 3 عصرا. نقدر نقول حاله من التركيز من لاعبي النادي الاهلي، حاله من الجاهزيه من اللاعبين اللي بتفرض نفسها على لاعبي النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي كلها جاهزه لهذا اللقاء، تحقيق نتيجه ايجابيه. الحاله الفنيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي انا عايز اطمنك عليها، اطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله لاعبي النادي الاهلي. اللعيبه كلها مركزه. طبعا النقطه المهمه جدا هو مركز 10 في النادي الاهلي مع غياب قفشة وغياب ناصر ماهر وغياب وليد سليمان. تقدر تقول مستر بيتسو موسيماني طبعا بتعليمات لمستر كيفن جونسون حاول يجرب اكثر من لاعب في هذا المركز، من ممكن طاهر محمد طاهر في هذا المركز، من الممكن ندفع باكرم توفيق بجانب حمدي فتحي واليو ديانج، من الممكن ان احنا نشوف محمد شريف في المركز 10 وامامه صلاح محسن. كلها امور يعني كلها امور، وتقدر تقول لسه يعني حاله الجاهزيه اللي عليها اللاعبين وانك تجرب اللعيب في اكثر من مركز، دي كانت من الامور المميزه جدا لتدريب فريق النادي الاهلي. اللعيبه كلها مركزه، عايز اقول لك ان كل اللاعبين جاهزين في كل مركز. النادي الاهلي بيتمتع ان شاء الله يعني في ظل النقص العدد اللي بيعاني منه النادي الاهلي، غياب محمد مجدي قفشه وغياب رامي ربيعه وعمرو السليه وجونيور اجاييه وليد سليمان وناصر ماهر، مجموعه طبعا مميزه من اللاعبين، لكن لعيبه النادي الاهلي بتملك الكثير من الشخصيات والقدرات انها ان شاء الله تحقق نتيجه ايجابيه في هذا اللقاء. بالنسبه لطاقم التحكيم اللي هيدير احداث اللقاء هو الطاقم حكام من غانا دانيال لاريا، وحكم عمره 33 عام وهو حكم الدرجه الاولى منذ عام 2014، واحد من حكام المميزين بالمناسبه في دوله غانا ومن الحكام الدوليين. هو من ضمن واحد من 22 حكم دولي من غانا في القائمه الدوليه الخاصه بالاتحاد الافريقي، بيعاون وبالمناسبه هو بيعمل محاسب اداري في احد شركات المبيعات او المواد الغذائيه، بيعاون بول كودزو، وده حكم عمره 31 عام، ده مساعد اول بيعمل في وظيفه المدرس. يعاونه المساعد الثاني كواسي اتشيمبونج عمره 32 عام وايضا بيعمل امين مكتبه. الحكم الرابع اداري عبد اللطيف وايضا بيعمل مدرس وعمره 32 عام. طاقم التحكيم طبعا عارف النادي الاهلي وعارف يعني كتير جدا عن النادي الاهلي، وان النادي الاهلي بطل افريقيا كان ليه كلام معاهم وحديث معاهم في قيمه واهميه اللقاء. بالمناسبه ده دانيال لاريا كان موجود احد افراد الطاقم التحكيم اللي كان موجود في مباراه اللي كان حكم الرابع في مباراه الاهلي وصن داونز اللي كانت انتهت بالتعادل الايجابي على ملعب صن داونز في دور الثمانيه، اللي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، وكانت مفتاح مهم جدا للنادي الاهلي للبطوله التاسعه. ان شاء الله وجود دانيال لاريا يكون موفق ان شاء الله، ويكون مفتاح مهم جدا للنادي الاهلي في البطوله العاشره بمشيئه الله. من الامور النقطه المهمه ايضا ان حتى الان لم يعني النادي الاهلي ما استلمش النتيجه الخاصه بمسحه الكورونا الخاصه بلاعبي النادي الاهلي. تم يعني ابلاغ مسؤول النادي الاهلي ان هيتم تسليم نتيجه المسحه عقب انتهاء التدريب، يعني تدريب النادي الاهلي انتهى منذ ساعه سريعا صعد لاعبي النادي الاهلي للغرف انتظار وجبه العشاء. هننتظر نتيجه المسحه الطبيه اللي تم اجراها من قبل الاتحاد الافريقي. ان شاء الله كل الامور تكون جاهزه. زميلي العزيز احمد، زميلتي العزيزه، انا بشكرك شكرا جزيلا ان شاء الله للاعبي النادي الاهلي لتحقيق نتيجه ايجابيه على فريق السناديب في مباراه الذهاب، ومن ثم ان شاء الله تحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه الاياب، وان شاء الله الصعود لدوري المجموعات ان شاء الله، وتكون بدايه مشوار النجمه العاشره او البطوله العاشره. بدايه قويه طبعا للنادي الاهلي في مشواره وبحث عن النجمة العشرة. بشكر زميلي العزيز والمجتهد الحقيقة فاروق صلاح. خدنا رحلة للنايجر يعني احنا رحنا النايجر وجينا فعلا تقرير شافي ووافي عن بعثة النادي الاهلي وعن استعداد احنا بنتكلم على اقل من 22 ساعة ويبدأ اللقاء.